صباح الخير شهد، صباح الخير إبراهيم مرة ثانية. من هذه الأجواء اللي إحنا حقيقة مستمتعين، فما نعرفش عنكم شو رأيكم يعني. أجواء رائعة، الله يسعدك. يعني هاي بواكير البندورة البلدية، يعني المزارع حب إنه فرجينا هذه بندورة طبيعية 100%، ريحتها حتى لما يعني بتكون لها ريحة مختلفة ونكهة بالتأكيد مختلفة عن اللي بتكون بالبيوت البلاستيكية أو بالأغوار. هذه يعني إحدى المنتجات اللي بيقوم فيها الفلاح هنا في منطقة بني كنانة. من نصبح على قلبك يا شهد، بدنا نقول الأخ أنور وهو فلاح أنور محمد يعطيك العافية على هذا الجهد الطيب اللي بتقوموا فيه، إنكم عدتوا الأرض إلى ألقها. نعم، تحدثني شو زارع اليوم؟ أنا زارع بامية وزارع لوبيا وزارع كوسة وزارع بندورة وزارع فقوس، كل شيء زارع يعني في الأرض في منطقة بني كنانة، والحمد لله إنتاجها كله مليح، إنتاجه كله مليح 100%. شايف يعني زي احنا شايفين هسه عندك بندورة عندك كوسة عم بتلقطوا هذا وبصل وكله. تحكي لي انه يعني انت لما فكرت تاخذ الارض هل كنت مقتنع بانها راح تعود عليك بالخير؟ كم عائلة بتعيش هنا من خلال هذه المزروعات؟ والله بتعيش عيال كثير يا ابو، والله بتعيش بيوت بتعيش عيال وبتعيش عمال وبتعيش شغل عمال وبتعيش عيال كثير، يعني ما بيخسر مشروعها 100% يعني. يعني تدعي يعني المواطنين انهم ما يتركوش ارضهم، انهم يزرعوها باستمرار؟ نعم، لانها يعني الشتاء من رب العالمين، ما بحتاجش شتاء كثير الحمد لله في منطقه لو بني كنانة. جانا شتاء كثير والله الحمد لله، جانا شتاء كثير واستفادت الزريعه على الشتاء، والزريعه هي قدامكم 100% يعني زريعه نظيفه يعني. لوين بتوردوا منتجاتكم؟ بنوردها على اربد وعلى السواق، يعني بنبسط فيها تبسيط على السواق وعلى اربد بنوديها، واكثرها على الحسبه. كيف الاسعار؟ الاسعار مليحه، الاسعار بتجيب اسعار مليحه. قديش يعني بوكسة البندورة خلينا نقول أو بوكسة البطاطا قديش يعني بتبيعوها هون؟ والله هو أنا ما بقدرش أقول لك المركز، كل واحد من عنده سعر بيعطي. شايف في عندك بضاعة مليحة وفي عندك بضاعة وسطة وفي عندك بضاعة المليحة بتروح يعني بسعر غالي، بتجيب أسعار مليحة. يعني أنتوا هون ما بتحطوش ولا أي مواد كيماوية على المزرعة؟ كله طبيعي 100%؟ طبيعي 100% يعني زي ما أنتوا شايفين كله طبيعي الحمد لله 100%. هاي المزارع كلها طبيعية 100%. شكرا أنور محمد أحد المزارعين هنا في لواء بني كنانة. شهد وإبراهيم يعني الحمد لله مزارعنا عنده وعي، عنده دراية بالزراعة الحديثة، وبالتالي ما بتعب ولا بتغلب في الإنتاج. هذه يعني الدونمات اللي زرعها أنور بيعتاش من وراها عائلات كثيرة، وبالتالي تعود عليه بالفائدة. نصبح عليك شهد وإبراهيم ونقول لكم الله يعطيكم العافية. يعني زميل محمد والله إنه إحنا يعني متمنين نكون معاك في هذه الأجواء الرائعة والمناظر الخلابة اللي عندك. إن شاء الله بنلتقي قريبا ونطلع هيك. قول لسه في وقت ما شاء الله كثير بعد الخضار موجود هون في لواء بني كنانة الحمد لله، يعني ممكن يروح لشهر 8. فهي دعوة إليك ولشهد وكل زملائنا في برنامج يوم جديد، تفضلوا زي ما قلنا بيعمل ربيع الآن، الجو كمان لطيف لازال، درجات الحرارة جيدة، فمنقول أهلا وسهلا بكم. شكرا جزيلا ويعطيكم ألف ألف عافية.